كده الجبيبي يروح. طب ما كناش بس خسرنا في المسابقه دي. اصلا الدكتور السنه دي اول مره يعملها بهابي فيسز بدل بوينتس. لو الوقت يرجع بيا كنت حليتها، الاسئله كانت سهله جدا. انت قلتي ايه؟ لو الوقت يرجع بيا. انا عملت تايم ماشين بروجكت من البروجكتس اللي كانت علينا في الجامعه، ممكن نستخدمها عشان نرجع ونكسب في المسابقه. احنا عارفين الاسئله. جربتها يا كريم؟ لا بس شغال. هو انتوا فعلا بتتكلموا على الحاجات دي دلوقتي؟ يا ستي اي حاجه، احنا عايزين نجيب درجات وخلاص. طيب ماشين شغال، ندخل فيها نرجع الكومبيتيشن ونكسب. ايه هو ساينس فيكشن ده يا جماعه؟ ده فيلم، ده بيحصل في الافلام بس. احنا جامعه الميكس وهجربها، ايه المشكله؟ مش هنخسر حاجه. يلا بينا. يلا كريم، انت متاكد ان احنا نرجع للوقت اللي احنا عايزينه؟ شغال. وعيش لي في شويه في القصر ونتقابل في النص. ميسي فخامة السلطان المعظم الظاهر بيبرس. جمعتنا النهارده يا سلطان، طلباتك. انا عايز الجامع بتاعي يكون حاجه عظيمه، عايز الباب بتاعه يكون زي باب مدرسة الظاهرية، والقبة، القبة أهم حاجة تبقى بحجم قبة جامع الشافعي، أنا مش أقل منه في حاجة. طب وباقي الجامع يا سلطان؟ لا لا لا، باقي الجامع شكليات، أنا ما يهمنيش الكلام ده. أولاي. أيوه. ما سمعت صوت بره. صوت؟ صوت إيه؟ طب اجري بسرعة أشوف مين. أوامرك يا أولاي. شكليات إزاي يعني؟ معرفش، خليني، انا مش عايز اتعب انا كمان، خلينا نعمله زي جامع الحاكم وخلاص. انتوا بتقولوا ايه؟ لا يا مولانا، احنا كنا بنستفسر في حاجه بسيطه. طيب المكان هنعمله فين؟ انا بقول يتبني في ارض الجمال الملكي. مين ده؟ ده المستشار بتاعك جلاله السلطان. بس يا بابا، انا شايف ان الجامع يتبني في الارض الحسينيه. عبقري بتاع قرار يا سلطان. نعم. حد منهم؟ ايه ده؟ انت مين؟ وايه اللبس الغريب اللي انت لابسه ده؟ شفتي اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ كريم، بعدين فين كريم؟ كريم اتقبض عليه. ايه؟ ايوه، كنا بنتصنت على السلطان وهو بيتكلم على المستشارين بتوعه، هي من الجامع بتاع الظاهر بيبرز ده. ايه جامع الظاهر بيبرز ده؟ يا بنتي الخرابه اللي على اللي في القاهره. اللي احنا كنا معدينا عندها دي؟ ايوه. اللي هي اصلا مقفوله دلوقتي ومحدش بيروحها؟ ايوه، ده عايز يعمل حاجه قد الدنيا، يعني ما يعرفش اللي هيحصل له. بعد الظاهر بيبرز مزين الجامع بتاعه زي جامع الأقمر والصالح طلائع، أهمل الجامع بعد نهاية عصر المماليك وأصبح مركز للجنود الفرنسيين في عهد الحملة الفرنسية، وفي عهد محمد علي اتحول لمصنع صابون. أما وقت الاحتلال البريطاني كان مكان للتعذيب. وفي سنة 1956 كان مركز للدفاع المدني، ولغاية دلوقتي جامع الظاهر بيبرز مقفول وما حصلوش أي صيانة، إلا في سنة 2007 لما حكومة كازاخستان اللي الظاهر بيبرز أصله منهم حاولوا يعملوا له صيانة، بس للأسف الصيانة ما اكتملتش. أنا أحد المهندسين من المستقبل يا مولاي. أحد المهندسين؟ وإيه الجهاز الغريب اللي ماسكه في إيديك ده؟ لابتوب يا مولاي. لانتون؟ ايه لانتون ده يا اولاد؟ احنا عندنا منه في المملكه ده ولا ده جايين من بره؟ اول مره اشوفه يا مولاي. اه ده جهاز رسم هندسي يا مولاي. رسم هندسي؟ انت ايه رايك؟ انا شايف ان الراجل ده كداب يا مولاي، ولازم يقعد عشان يكون عبره لاي حد. لا يا مولاي، انا راسم رسم في الجامع للمستقبل على الطوب ده. ايه اللاكتون اللي بيرسم ده؟ ما تيجي نتفرج عليه، وريني كده. الله الله، عندنا جواسيس في القصر. هو انت مين؟ انا جاري في القصر. انتوا اللي مين؟ احنا جواري جداد. شكلكم بتحبوا النميمه، تعالوا اقول لجنبي حكي لكم على حاجه. انتوا
ان انا والسلطان من نفس اصلا الاصل بجد اصل ايه ما اصل ده انا والسلطان بنشارك نفس الماضي لولا بس ان ربنا سخف صورته والسلطان نجم الدين اشتراه بقى سلطان لكن زماننا دلوقتي متجوزين متجوزين ايه انت مجنونه ليه اختي ما اتجوزوش ليه مش انت جاريه وهو كان عبد عبد ايه انت اكيد مجنونه ايوه ما ده معروف لكل الناس بس ده مش معناه انك تقارني نفسك بيه اهو بقى سلطان وانت لسه عبده زي ما انت يلا كده كده الحلم ما بيكملش تعرفين إيه؟ انا سمعت ده هو عينيه في حته بيضه وده معناه ان هو شيطان شيطان اه يلا يا بنتي دي اتجننت دي جهله اصلا شكلها هبله مش كده بس سلطانه كان زمان متجوز السلطان ده اتفضل يا مولاي قلت لي اسمك ايه كريم يا مولاي طيب انت ما قلتليش اصلا ايه ده بس كده يا مولاي ايه ده الجهاز الغريب ده الجامع اللي احنا لسه بنبني فيه ايوه يا مولاي انت عرفته ازاي دي من علامات يوم القيامه يا مولاي لا اله الا الله انا من المستقبل يا مولاي كريم فرج الظاهر بيبرز على رسومات الجامع اللي هو عملها واتفق الظاهر بيبرز مع كريم انه هيوافق انهم يرجعوا للمستقبل بس بشرط ان الظاهر بيبرز يروح مع كريم وصحابه للمستقبل علشان يشوف الجامعة بتاعه هميس انا سمعت سلطان بيتفق مع كريم بيقوله ان هو لو عمل الجامعة اللي هو عايزه هيخلينا نرجع للوقت اللي احنا كنا فيه نرجع؟ بقولك ايه انا هقعد هنا بصراحة حبيت البنت الجامعة اللي هناك دي لا خلاص انا قررت فكرني لا جامعه ايه وقرك انت عايزه ترجعي جامعه النيل دي يا بنتي سيبك منها انا بس انت هنا في الاول وفي الاخر جاريه بس عايش بلبس فساتين واكل وقاعد مرتاح براحتك انا همشي امشي يلا بينا يا مولاي انت متاكد ان الاله دي شغاله طبعا يا مولاي احنا جايين بيها اوه ياه مولاي مين انا الجاريه عايزه ايه ترفي انا مسافر عبر الزمن وجاي ايش تاخد الزمن وانت نازل بيس يلا يا وزير يا وزير هنتاخر البشير يا وزير ايه ده احنا فين 2018 يا مولاي في مصر وفين صاحبتكم ام زعبوط القصيره دي على بال الماضي قعدت فيه وين المكان الغريب ده الجامع بتاعك يا مولاي الجامع بتاعي بس يا مولاي فعلا للاسف يا مولاي سيب نفسك يا مولاي مش قادر هو ده الجامع ده اللي مليت فيه سنين عمري ده هو ده هرشوت وهي دي حكاية جامع الظاهر بيبرز